الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر آذار من عام 2023. وقالت الإدارة إن العراق جاء خامسا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر آذار الماضي بواقع 7,770,000 برميل، مرتفعا بنسبة 4.6 عن شهر شباط الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات فيه 7,429,000 برميل. وأضافت أن الكميات النفط المصدرة إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي بلغت 22,475,000 برميل، مرتفعة بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغت هذه الكميات فيه 16,015,000 برميل. أعلنت وزارة الصحة في العراق العثور على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في محل بيع المواد الغذائية بمحافظة نينوى. وذكرت الوزارة أن فرق الرقابة الصحية التابعة لها في صحة نينوى نفذت حملة تفتيش على محلات بيع المواد الغذائية داخل مجمع خنصور التابع لناحية الشمال في سنجار. وأضاف بيان الوزارة أن العملية أسفرت عن العثور على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، مشيرة إلى إتلاف المواد المضبوطة. قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورناك إن بلاده ستواصل دعم الشركات المحلية والأجنبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد أن جذبت تركيا 250 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 21 عاما. وأضاف ورناك أن إصلاحات الحكومة خلال تلك السنوات جعلت من بلاده مركز جذب للاستثمارات الدولية، مبينا أن نحو 300 شركة عالمية متخصصة في البحث والتطوير والتسويق والإنتاج والأنشطة اللوجستية نقلت أعمالها إلى تركيا التي ترى فيها ملاذا آمنا. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن التضخم الحاصل في بريطانيا تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد بنسبة 15% حتى نهاية شهر نيسان الماضي. وذكرت التقارير أن التضخم أسعار المتاجر بلغ 8.8% في شهر نيسان من العام السابق، فيما سجلت المتاجر غير الغذائية تضخماً بنسبة 5.5% في الشهر الذي سبق، متراجعة بنسبة 5.9% في شهر آذار، حيث خفضت المتاجر الأسعار في محاولة لجذب العملاء. قالت صحيفة لا تريبين الفرنسية إن إلغاء دولارة الاقتصاد العالمي يأتي في إطار الصراع ضد الهيمنة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. وذكر التقرير للوكالة أن قضية هيمنة الدولار ينظر إليها اليوم من منظور المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على القيادة العالمية، وقبل كل شيء من خلال الحرب التجارية التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب للرئاسة، واكتسبت القضية زخما أكبر منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أدى إلى أحياء ما يشبه حربا باردة جديدة بين البلدان الناشئة والمتقدمة. وتواجه الولايات المتحدة حالياً أزمة في ديونها، وفي حال تخلفت عن السداد فذلك سيهدد مكانة الدولار عالمياً كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي، ما يجعل الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.